كابتن بلال، مباراة النهاردة مباراة دوري، حسابات الدوري مختلفة عن بطولة الكاس. الدوري محتاج نفس طويل، مباريات كتير، محتاج لما بيحصل تعثر تعرف أخطائك زي ما الكابتن عادل قال وزي ما كولر قال في المؤتمر الصحفي، وتقفل عشان تصلح سريعا وتشوف الخطوة اللي جاية ايه. النهارده النادي الاهلي يا اسامه في البدايه بطبيعه الحال في الدوري العام لازم هيجي ماتش وتقع فيه في عصارات، وده طبيعي. انت مش هتكسب كل، مش هتكسب ال 34 مباراه، استحاله، مفيش فرقه في العالم تكسب ال 34 مباراه كده، تكسب وتتعادل وتتهزم، وده طبيعي جدا جدا. هو في اخطاء منك وتفوق ساعات من المنافس، وهتبقى في سوء باد لك عندك في بعض الاوقات، وهتروح على الجول كتير جدا وما تقدرش تسجل اهداف. دي طبيعه ماتشات الدوري العام بطبيعتها يعني. لكن انا في النهايه يعني في النهايه انت لعبت مباراه النهارده، على فكره مش هي المباراه الأسوأ بالنسبه لك، لكن ممكن تكون الأسوأ بالنسبه لمستر كولر في حجم او في كميه المباريات اللي لعبها او في حجم الماتشات اللي لعبها. والنهارده الحقيقه انا بحييه على اعترافه بخطأه، يعني في اوقات كتير جدا بيبقى في بعض الاخطاء يعني ما بيجيبش سيرتها، لكن النهارده هو الراجل معترف وقال يا جماعه انا اخطات النهارده في المباراه، وانا بحييه الحقيقه على الاعتراف بالخطا، لان هي هي نقطه الماتش كله. فانك انت لعبت عمر كمال عبد الواحد سنتر باك في مكان مهم جدا اتكلمنا عليه ما بين الشوطين، وقلنا المكان ده ومكان راس الحرب هم المكانين الوحيدين اللي في الملعب، دي اماكن حساسه ما ينفعش تحط حد مش ما بيلعبش في الحته دي. فالراجل النهارده اعترف بالخطا. الحقيقه الاهداف هي اخطاء تمركزيه، لو جيت تبص على الاهداف اللي جت في النادي الاهلي وتسجلت النهارده كلها اخطاء، عباره عن اخطاء في التمركز، فاهم؟ لكن الجيم كان مفتوح، الجيم كان في وقت من الاوقات كان لازم تقفل، في وقت من الاوقات كان لازم تقفل. فالنهارده مستر كولر اخطا، اخطا النهارده كان عندك سوء توفيق في بعض الاوقات، كان عندك سوء في بعض توفيق بعض الاوقات. النهارده كان ممكن تقفل الجيم بعد 3-2، كان ممكن تقفل الجيم النهارده بعد 3-2 في بعض الاوقات. سوري، بعض التغييرات كانت برضو خاطئه شويه، كان بعض التغييرات خاطئه شويه، ولكن في نهايه الامر هي دي كره القدم. وضع طبيعي جدا انك هيجي لك وقت وتتغلب فيه نتيجه سوء التوفيق او سوء او الاخطاء اللي بتحصل. وضع طبيعي جدا انك هتتعادل في بعض الاوقات، وضع طبيعي تبقى كويس جدا 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 كمان، مش زي النهارده كده تبقى هايل وتخسر، وتبقى هايل جدا جدا وتتعادل بدلك. هي دي كره القدم في بعض الاوقات. لكن انا مش قلقان على الدوري، لا لا، هياخد الدوري مؤكد، الاهلي السنه دي هياخد الدوري، لان هو الاهلي الافضل باذن الله ان شاء الله، يعني الاهلي الافضل، سكواد الافضل، الاهلي النتائج الافضل، الاهلي الاداء الافضل جدا، مفيش حد بينافسك في الساحه السنه دي تحديدا. ولكن برضو تحيه الكولر لاعترافه بالخطا، وده معناه ان المباراه اللي جايه هيبقى فيها تركيز اعلى، هيبقى فيها وضعيه اللعيبه في الملعب هتبقى افضل من كده. هو اعتقد هيتكلم مع لعيبه كتير، وعنده طبعا فرصه كبيره لحد 30 مارس ان هو يعدل بعض الاخطاء ويشتغل مع الناس، وان كان لعيبتك ان كلها مش موجوده، ولا حتى اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي ولا اللعيبه بتاعه المنتخب الاول، لكن عنده برضه فرصه ان هو يذاكر الاخطاء ويشتغل عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان الماتشين اللي جايين مهمين جدا 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 في مسيره النادي الاهلي في بطوله افريقيا. بالتوفيق للاهلي اللي في اللي جاي، وهارد لك النهارده، وهارد لك برضه شوبير النهارده بعد سلسله جيده من عدم الاهداف، النهارده بيدخل فيه 4 اهداف، في بعض في اهداف مش اخطاء، وفي اهداف برضه يعني يلام عليها، ولكن في النهايه هارد لك للنادي الاهلي 3 نقاط مهمين جدا. وبرده زي ما قلنا يا اسامه، بفعل فاعل كالعاده الاهلي لما بيتغلب لازم يبقى فيه تدخل يعني لا ارادي من عندك، مش من عندك يعني.